تحت راية وطننا نجتمع من أجل العمل لبناء أرض وجيل يزرع الأمل. ولا أمل من دون عمل، فهو أقوى سلاح لتحمل لواء النجاح. نعمل بطاقات متجددة لتحقيق أهداف محددة، لنواصل معا طريق الارتقاء دون البحث عن أي شكل من أشكال الثناء، بل هو واجب لترجمة أحد معاني الولاء. بابكو الغد، دوما نرتقي.